Bonjour et bienvenue sur votre chaîne YouTube Tarbouyat مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكم أعزائي الكرام عزيزاتي الكريمات في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. مرحبا بكل متتبع جديد عاد انضم للقناة ديالي، أرحب بك وأدعوك للاشتراك وتفعيل زر الجرس باش يبقوا يوصلوك جميع الفيديوهات اللي كنقدم، الدروس والفروض ديال جميع المستويات الابتدائية إن شاء الله. شكرا لك على التفاعل ومرحبا بك. دائما في إطار فروض المراقبة المستمرة الصفية بالنسبة للمستوى الخامس ابتدائي، المرحلة الأولى، الدورة الأولى، الموسم الدراسي 2021-2022. اليوم إن شاء الله وصلت لا برودكسيون دو ليكري. اللي باقي ما تفرجش في الفروض اللي درتهم في القناة يرجع لا ديسكريبسيون للوصف، وغادي يلقى تما الروابط ديال جميع الفروض اللي درنا، وكذلك رقم الواتساب باش تتواصلوا معايا إلا بغيتوا الفرض بي دي اف. صافي، دونك اليوم لا برودكسيون دو ليكري، تعبير الكتابي، غادي نحاولوا نجاوبوا على ثلاثه ديال الاسئله عندنا هنا. دونك لا بروميير كيسيون كومبليت لو ميساج ا ليد دي مو سويفون. هاد لو ميساج هذا كما كتلاحظوا بانه ناقص، غادي نكملوا باش غادي نكملوا بهذه الكلمات هذه. تا ريبونس، طون امي، ميساج، بون فاكونس، مون بونجور. دونك نبداو ريسو. ريسو يعني وصل. شنو اللي وصل؟ وصل الميساج. دونك ميساج ريسو، ميساج reçu. Risala wasalat. A toute la famille. A toute la famille. L'aïla kamla. Donc, kekullo. Kekullo. Mon bonjour. Yani sallam li l'aïla kamla. Mon bonjour. Salami l'aïla kamla. Donc, mon bonjour. Mon bonjour à toute la famille. Passe de. Passe. Yani 12. Otlam ziyana. Bon. Vacances. Bon vacances. D'accord? Yem chat. J'attends. انتظر جوابك. تا ريبونس، تا ريبونس، انتظر جوابك. اوليفيي شنو نقول له؟ دونك طون امي اوليفيي يعني صديقك اوليفيي. دونك شكون اللي مصيفط هذا الميساج؟ هذا مصيفطو اوليفيي لين، مصيفطو لأومار. صافي، اوليفيي ا اومار. دونك قال له ميساج ريسو، مون بونجور ا توت لا فامي، باس دو بون فاكونس، جاتون تا ريبونس، ton ami Olivier. Donc, Hada, c'est un message électronique à caractère informatif écrit par Olivier à son ami Omar. D'accord? Passons à la deuxième question. Suivez avec moi. Mets en ordre les phrases de ce texte en les numérotant de 1 jusqu'à 4. Radi nqraw had ljoumel hado ou radi rtbouhom men 1 hatta 4. C'est bien. À partir de 18 ans, il a travaillé dans un cabinet d'avocat. منين كان عندها 18 عام كانت كتخدم في واحد الكابيني ديال المحامات، يعني مكتب المحامات. نجات بلقاسم اي فوني او موند دون ان بوتي فيلاج دو ريف. نجات بلقاسم جات للعالم من واحد الفيلاج اللي هو صغير في الريف، الريف المغربي ديال المغرب. ا 38 ans في العمر ديال 38 سنه، ايل دوفيان مينيستر دو ليديكاسيون ناسيونال، ولات وزيره التربيه الوطنيه اون فرانس، في فرنسا. Elle a suivi ses études en France. كملات قرايتها فين؟ فرنسا. دونك من طبيعة الحال علاش كنهضرو هنايا في هذا لو تيكست هذا؟ كنهضرو على نجاة بالقاسم. من طبيعة الحال غادي نبريزونتيو لا بيرسوناليتي هي الأولى. دونك لا فراز الأولى هي هذه. نجاة بالقاسم اي فوني او موند دون ان بوتي فيلاج دو ريف. داكوغ؟ سي بيان. من بعد غادي يبان لنا الامور واضحه. علاش؟ لانه هنايا تسلسل ديال الزمن، ما يمكنش نقولوا في العمر ديال 38 سنه وعاد نقولوا في العمر ديال 18 سنه. بطبيعه الحال غادي نقولوا العمر ديال 18 سنه، ومن طبيعه الحال عاوتاني ما يمكنش نسبقوا الخدمه على ليتود، على القرايه. دونك القرايه نقولوا elle a suivi ses études en France، يعني كملات قرايتها فين؟ في فرنسا. دو داكوغ. ومن بعد خدمات dans un cabinet d'avocat. دو Pardon, 3. Et à l'âge de 38 ans, elle devient ministre de l'éducation nationale en France. Faut la mardi le 38 ans, ou la toisire, tarbiye l'ouatania, le français. Donc, 4. Donc, on va le texte maintenant. Najat Belkassam est venu au monde dans un petit village du Rif. Elle a suivi ses études en France. À partir de 18 ans, elle a travaillé dans un cabinet d'avocat. À 38 ans, elle devient ministre de l'éducation nationale en France. Donc, Najat Belkassam est venu au monde dans un village qui est le plus petit du Rif Maghribi. Comme l'a dit en France. في العمر ديال 18 سنه خدمات في واحد الكابيني ديال المحاماه، مكتب المحاماه. ومن بعد في العمر ديال 38 سنه ولات وزيره التربيه الوطنيه الفرنسيه. ندوزو لا ترويزيام كاستيون، لا ديرنيير.
Suivez avec moi. Mets en ordre en écrivant les numéros 1, 2, 3, 4 dans les cases qui conviennent. D'abord, on va faire un petit peu de 1 jusqu'à 4 pour faire ce mot. Donc, il y en a, puis il ferme le capot. Ensuite, il rentre à la maison. Enfin, il se lave les mains. D'abord, papa vérifie le moteur de la voiture. قبل ما نرتبوا غنشوفوا هنايا عندنا دي مو مكتوبين اون غرا هاد لي مو اللي مكتوبين اون غرا هما اللي غادي يحددوا لي داك الترتيب دابور هي مثلا بحال نقولوا في البدايه اونسويت غادي نقولوا من بعد بوي يعني وبعد ذلك اونفان هي اخيرا دونك واحده بعدا عارفينها بانها هي 4 هي اونفان هذه 4 راه باينه كنقولوا اخيرا ومنين كنقولوا عاوتاني دابور يعني اولا في الاول دابور سي 1 D'abord, papa vérifie le moteur de la voiture. Wesh rankolo, puis il ferme le capot. Ou la rankolo, ensuite il rentre à la maison. Papa, yani le walid diali, qui vérifie, qui raqab le moteur, muharrik dial sayara. Wesh ghadi shed, il shed le capot. Le capot, ou dak el ghita dial le moteur. Wesh ghadi shedou, ou la ghidkhol la maison. Wesh shedou, tabayat l'had. Puis, donc 2, on a 3. Ça fait. Et ensuite, il rentre à la maison. On le texte. D'abord, papa vérifie le moteur de la voiture. Puis, il ferme le capot. Ensuite, il rentre à la maison. Enfin, il se lave les mains. Le bidaya, le walid diali qui raqab le moharrik dial sayara. Mbad, qui cède le capot. Thumma, qui dkhol le dar. Ou akhiran, qui ghsel les dos. Il se lave les mains. Donc, hadchi li kan andi f had el fard el mahrous li kan. دونك هادشي اللي كان عندي في هذا الفرد الصفي رقم واحد اللي كيتعلق بالمراقبه المستمره الصفيه بالنسبه للغه الفرنسيه لا برودكسيون دو ليكري برودكسيون دو ليكري بالنسبه للمستوى الخامس ابتدائي ليكري 5e année de l'enseignement primaire. كنتمنى انكم تزيدوا دعم قناه التربويات مع الاستاذ محمد البخاري بالاشتراك والضغط على زر الجرس باش يبقوا يوصلكم جميع الفيديوهات اللي كنقدم كان معكم الاستاذ محمد البخاري والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.